قطع الرابط الموجود بالوصف، راح ينقلك لهاي الصفحة، تضغط على الداونلود. السلام عليكم ورحمة الله. سوني و اكس اكس اس و قناة سوني جيمر. اليوم اوتيات انفسي تصب وتكاد وتكاد انزل 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 2019 مارس وزار جيت هنقا زار 7 3.9 و 3. نضغط على داونلود بايثون 3.7. نزل جوا هنا يقول لك الاصدار مالتك مال ويندوز. انت عندك ويندوز مثلا او ماك او كم بت الويندوز مالتك؟ دقيقه بس شو تعرف الويندوز مالك كم بت حتى تحمل البايثون على هذا اساس؟ طبعا الكمبيوتر تسوي لك كليك ايمن بروبرتيز راح ايمن راح تعرفها. مثلا حاسبتنا 64 بت، تشوف الحاسب او الماك مالتك كم بت تحمل على هذا الاساس. احنا ال 64 وين؟ 64 فوق هذا صح؟ اي هذا 64 فوق، اعتقد هذا مال ماك صح؟ يعني هذا الحمل. صفر بايت هاي زين، احنا محملين من قبل فاي نو صراحة ما محملين من قبل. لا محملين ايه محملين فاي ورا ما تحملت نقله هيك شي سوي ران نستل نو عملية هسه شو سوي كلوز كلوز تروح على جوجل كروم هسه كملنا تحميل بايثون صح؟ بالضبط. طبعا متحمل بايثون ما راح يطلع لك ايفون او شي اختصار طبيعي بس تحمل بالجهاز. اوكي تبحث على باي شارم هم راح اخلي رابط مالته جوا من الموقع الرسمي. هم راح نخلي الرابط بالوصف. اتفق. داونلود او هذا كوميونيتي داونلود. هاي البروفيشنال مال طاقين مو اتفق مال اغنياء. من بحث قام يحمل حد صار يحمل هاي صفحة بعد ما نحتاجها نسوي له كلوز. ايش ما يقول لك؟ قل له مواصلة مواصلة متابعة ليهار هنا تنتظر يحمل. احنا مكملين مو بالضبط. ورا ما يحمل عندك راح يطلع لك ليش على شكل ايفون. عندك هاي الايفون هنا انتر باي شارم خفيف على اللابتوب مو 2 جيجا بايت رام يشتغل عليه طبيعي 2 جيجا على حسب الجزار. نيكست سوى على مصح نيكست طبعا هاي ما راح تطلع لك بس اي احنا طلعتنا غير محملين من قبل فاي سو كات كمل التحميل كوي كلوز نيكست. هنا أنا هاي مهمة راح يطلع لك خيارين هنا احتمال او هذا الخيار. اذا طلع لك هذا الخيار اضغط عليه على مسح وهذه دوت بي في بي واي هاي بي واي لازم او هنا راح يطلع لك 64 بت 32 بت. اذا طلع لك 64 بت تضغط هنا نفس ما سوينا هنا تتاكد حاسبتك كم بت وتختار على البت مالتك. اكو 32 فتختار 32 احنا 64 باقيين. او اذا طلعت لك هاي تفعل بس بين الخيارين هاي وهاي ما عليك فيها نيكست
هاي همين ما عليك بيها انستول وقعد انتظر ورا ما يكمل التحميل. دوس على هاي او ما دوس عليها ما راح تفرق. دوس عليها حسن. فينيش. دوس اوكي قبل. دوس اوكي قبل على هذا الخيار. واحتمال ما راح يطلع لك لان طلعك لو ما طلعك. لاحظوا ان طلعت لنا ايقونة جديدة للبرنامج. راح يبدي شغلنا كامل عليه. دوس على عهرة. راح يفتح عندك هذا البرنامج بشكل طبيعي. تعطيني بروجكت.